الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. أحبائي مشاهدي قناة الحرية وشركاء الصلاة في كل مكان في العالم، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج قوة الصلاة. والنهاردة هنطلب عونا من إلهنا. كلنا اختبرنا إن الله لنا ملجأ، وقت الضيق بنروح له، وقت الأزمات بنلجأ إليه، وهو عونا في الضيقات وجد شديدا. أنا بشهد عن هذا الإله، وبدعو كل أحباء اللي بيشهدوني الذين هم في احتياج شديد إلى معونة سماوية إنهم يتحدوا معنا النهاردة في الصلاة. تعالوا مع بعض نصلي ونطلب المعونة السماوية. إذا كنت محتاج معونة للشفاء من مرض عضال، أطلب المعونة. إذا كنت في أزمة، في مشكلة ملهاش حل بشري، أطلب إن الله يمد إيده ويتدخل. إذا كان شخص أنت بتحبه وبتعزه في أزمة وأنت مش عارف تساعده، تعال كمان أطلب له المعونة. وأنا بأكد لك إن الله لنا ملجأ. آمين. عونا في الضيقات وجد شديدا. النهاردة هندعوه علشان نختبر من جديد كيف وجد شديدا. كل يوم هنختبر، والنهاردة هنطلب وهنختبر مع بعض قوة ربنا ومعونة ربنا. بيسعدني إنه يشاركنا الصلاة القسيس المحبوب ماجد دقدو. أهلا بيك يا أسيس ماجد. أهلا بيك دكتور إكرام، ومبسوط أكون معاك مرة تاني. أمين. أول برنامج في السنة بالنسبة لي. يا أهلا بيك يا أسيس ماجد. هنطلب معونة. أمين. وهنصلي من أجل نفوس محتاجة معونة، وتشاركني الإيمان إن الله هيرسل معونة سماوية. أمين. ارفع لنا. أمين. أبونا السماوي رب، نشكرك لأنك وجدت شديدا لنا يا سيدنا الرب. أشكرك يا رب لأن يا رب شيء واحد بيميزنا يا رب المؤمنين، بنميز يا رب بمسيرك معنا يا سيدنا الرب. يا رب بشكرك لأجل وعدك يا رب يسوع، أنت وعدت وقلت أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. يا رب أشكرك لأن في الضيقات أنت موجود، في الرحب أنت موجود، في الـ في الـ في الـ في المرض أنت موجود، في الصحة أنت موجود أيضا يا سيدنا الرب، تسند وتعالج وتداوي. أشكرك يا رب أيضا لأجل عرش النعمة إن مفتوح لكي نجد نعمة عونا ونجد عونا يا رب، نجد رحمة وعونا في حينه يا رب. يا رب أشكرك لأن بابك دايما مفتوح، عرش النعمة مفتوح رب، لكل ضعيف يأتي فيتقوى يا سيدنا الرب، لكل مريض يأتي فينال نعمة منك رب، يشفى ويدوس على كل ألم وكل وجع. بركة لهذا البرنامج. أذكر كل المشاهدين يا رب النهاردة، إن كان في حد تعبان، إن كان في حد رب أنا عارف تعبانين كتير، كان في حد محتار يا رب، إن كان في حد عنده احتياج يا رب، إحنا بنؤمن النهاردة أنك إله تسدد كل الاحتياجات، لأن لنا فيك يا رب نعمة، ولنا فيك عونا، ولنا فيك يا رب شبع يا رب وتسديد كل احتياجات لينا يا رب. في اسم الرب يسوع أشكرك، ليك الكرامة وكل المجد. آمين. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الواحد. آمين. إلهنا الصالح، رعينا الأمين، إله كل معونة، إله كل نعمة، بنشكرك من كل القلب يا رب لأنك عونا في الضيقات وجدت شديدا. النهاردة يا رب بنطلب معونة سماوية للنفوس المحتاجة يا رب، للنفوس التعبانة، للنفوس المضغوطة، للنفوس اللي مش لاقي حد. بنطلب معونة سماوية يا رب، ومعونة سماوية عاجلة لتركب السماء في معونتنا يا سيدنا الرب.
يا رب يا رب الكل يرفع عينيه إليك يا رب، الكل يرفع عينيه إليك، الكل يترجاك يا سيد. رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب. يا رب بنصلي، بنصلي من كل قلوبنا النهاردة إنك ترسل معونة لكل نفس يا رب محتاجة المعونة. وأشكرك يا رب لأنك لا تتوانى أبدا، لا تتأخر، لكنك تسرع إلى معونتنا. ليك يا رب كل كرامة ومجد من الآن وإلى الأبد. آمين. أدخل لقدسك أترجى وجهك طالبا حضور روحك. أنت إلهي ملجأي وصخرة خلاصي ممن أخاف. فتعالى بروحك أبصر مجدك الآن. سلطان الله لنا شفاء من يدك الآن. أنهار مياه لنا حياة بروحك الآن. سلطان الله لنا شفاء من يدك الآن. أنهار مياه لنا حياة بروحك. ربي أنت نهر يفيض بالحب تثمر فيا فرحا. أنت سلامي فيك أماني، ليس لي سواك يا الله. فتعالى بروحك مجدك الآن. سلطان الله لنا شفاء من يدك الآن. أنهار مياه لنا حياة بروحك الآن. سلطان الله لنا شفاء من يدك الآن. أنهار مياه لنا حياة بروحك. ربي أنت نهر تفيض بالحب تثمر فيا فرحا. أنت سلامي فيك أماني، ليس لي سواك يا الله. فتعالى بروحك مجدك الآن. سلطان الله لنا شفاء من يدك
عندما تحتاج إلى معونة تذكر دائما أن أبوابه مفتوحة لك. ارفع عينيك لفوق، خليك زي داود كان رافع عينيه لفوق. الناس بتظن رافع عينيه إلى الجبال، لكن أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني. أنا عاوز أعرف كل واحد أن معونتي من عند الرب، وأنا عاوز أسألك من أين تأتي معونتك؟ هل تطلب المعونة من البشر؟ ممكن تيجي وممكن ما تجيش، ممكن تيجي متأخر وممكن ما تجيش خالص. البشر ممكن يبعتوا معونة، ممكن وممكن يعايره، لكن معونتي من عند الرب. هو الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعاير. تقول أنا ما استهلش، أقول لك هو يعطي بسخاء ولا يعاير. تقول أنا خاطي، أقول لك هو بيحب الخطاة، أنت غالي على قلبه. تقول لي بس أنا يعني زي ما قلت ما استهلش، أقول لك هو إله كل نعمة. أمين. وريتك تفهم يعني إيه كلمة نعمة. نعمة يعني عطية لمن لا يستحق. أمين. إذا كنت تستحق يبقى فين النعمة؟ لكن هي دي نعمته، إن بيدي الذي لا يستحق. إذا كنت تشعر جواك بأنك لا تستحق، عاوز أقول لك أنت قريب جدا من المعونة الإلهية. لو دلوقتي بتقول يا رب أنا ما استهلش، يا رب عاوز أقول لك الله سيرسل لك معونة سماوية. إذا كنت دلوقتي منسحق أمامه ومنكسر أمامه، الله هيمد إيده وهيجبر كسرك. الله هيرفعك، لأن الله دايما بيرفع المتضعين والمنكسرين. لكن إذا كنت بتشاهدني وقلبك مليان بالكبرياء وذهنك مليان بالخطط وعاوز تستخدم علاقاتك وعاوز تستخدم ذكائك، اسمح لي أقولك الكلام ده مش ليك. إذا كنت بتكلم عن عودا في الضيقات، فأنا بكلم المنسحقين، بكلم المنكسرين، بكلم من لا عون له، بكلم كل واحد بيقول مع المفلوج الملقى ليس لي إنسان، ماليش حد، ليس لي إنسان. أنا مرمي من سنين طويلة، 38 سنة مرمي وليس لي إنسان، فمشكلتي مش هتتحل. يا بخت الناس اللي عندهم معارف، يا بخت الناس اللي ليهم حد يعرف يسندهم في الأزمات، لكن أنا مليش إنسان. أنا بكلم دول، إذا كنت مليكش إنسان أطلب معايا المعونة السماوية، وهو لن يتخلى عنك النهاردة. إذا كنت شاعر إنك خزلت من أقرب الناس إليك، تقول أنا كنت عشمان. أنا على فكرة تعلمت إني ما فيش غير شخص واحد ينفع أعشم فيه، هو الرب، مش حد تاني أعشم فيه. أنا عشمان فيك يا رب. تعال النهاردة أقول له يا رب أنا كنت عشمان في الناس والناس خجلوني، لكن النهاردة أنا عشمان فيك. يا بخت الناس اللي بتعشم في الرب، لأن الرب لن يخزلها أبدا. هنتكلم النهاردة عن المعونة السماوية. ممكن المعونة تأتي إليك في صورة شفاء إلهي معجزي. يمكن البعض بيقول زمن المعجزات انتهى، لكن طول ما برنامج قوة الصلاة مستمر هذكرك بهذا، إن زمن المعجزات لم ينتهي. يسوع هو أمس واليوم وإلى الأبد.
هو إله عظيم صانع آيات وعجائب ومعجزات. نعم أنا أتحدث عن إله المعجزات، الإله القدير، الإله الذي هو عونا في الضيقات، وجد شديدا وستجده شديدا أيضا كما وجد شديدا، زي ما عمل بالأمس هيعمل النهاردة. بشجعك إنك تطلب الرب النهاردة، وإنك تطلب المعونة السماوية، ومش تطلبها وبس، وتتوقعها. أنا منتظرها، منتظرها توصل. أنا مش بطلبها ومش عارف هي جاية ولا مش جاية، لا، ده أنا بتوقعها كل يوم، رافع عيني للسماء، معونتي جاية من هناك، معونتي جاية من عند الرب. أنا منتظر الرب، أنا مش منتظر إنسان. إن طلبت غيرك انتظاري طول، لكن إن دعيتك عمرك ما تخزلني أبدا، عمرك ما تخزلني أبدا. النهاردة احنا كمان هنتحد معاكم، هنتحد مع المريض اللي محتاج معونة للشفاء، هنتحد مع المتألم اللي مش قادر يحتمل من أجل معونة سماوية، هنتحد مع الأشخاص اللي فقدوا ناس غاليين عليهم وحاسين الحياة مش قادرة، يعني مش هينفع تستمر، هنعيش إزاي، هنعيش إزاي وإحنا فقدنا أعز ما علينا. هنطلب معونة سماوية النهاردة، الرب هيسند، الرب هيرفع، الرب هيبعت معونة لكل نفس تطلب المعونة. أسيس ماجد، مؤكد إنك في أوقات كتير في حياتك طلبت المعونة، مش في أوقات كتيرة، ده كل يوم في حياتك طلبت المعونة. كلمنا على المعونة السماوية، به نحيا ونتحرك ونوجد. يعني حضرتك ذكرت حاجتين، ذكرت أطلب وانتظر، أو انتظر بتوقع، وده اللي بيقوله الكتاب، بيقول إن لينا عرش النعمة مفتوح دائما، كل من يأتي إلى الرب، وطوبى للرب هو متكله، طوبى للرجل المتكل على الرب اللي دايما في كل ضيقه وكل ظروفه وكل احتياجاته يروح للرب على طول. أنا دايما بقول كده، بقول إن مين أغنى واحد ألجأ له؟ مين اللي صاحب اللي للأرض وملؤها؟ لو أنا عندي احتياج أروح لمين؟ أغنى واحد، أغنى واحد هو اللي ماسك الكل في إيديه. يعني أنا مرة دكتور إكرام، مرة بقول له رب، يعني أنا جوه الملكوت، أنا مواطن في ملكوت الرب، للرب الأرض وملؤها المسكونة يعني كان بيقول لي كده، بيقول لي عارف لو نزلت في أعماق البحر واحتجت، أنا موجود في أعماق البحر. نعم. لو صعدت إلى أعلى السماوات واحتجت، أنا موجود في أعلى السماوات. نعم. تروح يمين تروح شمال شرق غرب، من خلف وقدام حصرتني. نعم. وجعلت علي يدك. فعايز أقول إن احنا أحبائي لنا إله يمتلك كل شيء. لو أنا عندي احتياج، بس أنا دايما بسأل نفسي سؤال، بس خلينا أقول النقطتين اللي حضرتك قلتهم. النقطة الأولى إن في عرش النعمة موجود، أطلب، أدخل عرش النعمة وأعلن إيمانك وأعلن ثقتك في الرب. الأمر الثاني انتظر الرب. عرش النعمة موجود في عبرانيين 4، بيقول فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في الضيق، عونا في حينه، في حينه. لو عاوز معونة ادخل عرش النعمة. الأمر الثاني اللي حضرتك ذكرته، قبل ما تروح الأمر الثاني فهمنا ببساطة، لأن في ناس مش فاهمة يعني إيه عرش النعمة. أمين. يعني إيه عرش النعمة؟ عرش النعمة ده روح له يعني فين؟ ثرون يعني ملك قاعد على العرش. طب أنا في بيتي دلوقتي أروح عرش النعمة إزاي؟ لأن الرب يسوع حاضر في كل مكان. يعني في بيتي، في بيتي أركع في كل مكان. لو أنا في الحقل حتى بزارع وبزرع في الحقل، أركع في الحقل أو حتى من غير مركع، وأنا واقف كده أرفع إيدي ألاقيه موجود. طيب موجود. قبل ما نروح للنقطة التانية، أنا بطلب منك إنك تدخل دلوقتي عرش النعمة معايا ومع الأسيس ماجد وتصلي عرش النعمة، وإنت قاعد قدام التلفزيون، واطلب اللي إنت عاوز. غمض عينيك وارفع عينيك وصلي وقول له محتاج لك. أمين. قول له أنا في عرضك، قول له أنا في عرضك، أنا ماليش غيرك، امسك فيه. أنت تعبان، أنا عارف أنك تعبان، وقول له تعبان، قول له على اللي في قلبك. على فكرة إحنا
يعني نفسنا نتعلم من الصلاة مناجاة قلبية. دي الصلاة المسيحية يمكن لأصحابي أو أحبائي غير المسيحيين ممكن يكونوا مش فاهمين إيه الصلاة المسيحية أو هي حاجات محفوظة. الصلاة المسيحية أني أكلم ربنا من قلبي، لأن ربنا ده أبويا، هو علمنا كده، ما تصليتم قولوا أبانا، هو أبونا، أنا بكلم أبويا وأبويا بيسمعني وبيجبني. من فضلك ارفع صوتك وصلي من أجل اللي محتاجين المعونة قبل ما تكلمنا عن نقطة. يا رب أنا بشكرك لأن المعونة في حينها، أشكرك ونجد عونا في حينها يا رب، وأشكرك لأن بابك مفتوح دايما. يا رب أنا عن نفسي طالب لنفسي النهاردة رب إعلانات جديدة في الكلمة، طالب لنفسي النهاردة رب حياة روحية أفضل يا سيدنا الرب، طالب لنفسي النهاردة رب مكوس في محضرك أطول وأكتر من كل الأيام اللي فاتت يا سيدنا الرب. وبطلب أيضا لإخواتي النهاردة رب، بطلب شفاء للمرضى، بطلب يا رب للمرضى الكوفيد في هذه الأيام يا رب، إنك يا رب تيجي وتشفي الكل يا رب، حتى اللي ما بيطلبكش أنا بطلب ليه النهاردة، زي المفلوج يا رب اللي حملوه الأربعة وما كانش عنده أي فكرة هم ليه بيعملوا كده، ليه بيفتحوا السقف بينزلوني ليه يا رب، وبإيمانهم ولا وبسبب إيمانهم شفيت هذا المفلوج. يا رب أنا بشكرك لأجل كل أم بتنتظرك أن تتدخل في حياة ابنها وبنتها، أشكرك لأجل كل أب، أشكرك لأجل كل زوجة بتنتظرك أنك تتدخل في حياة زوجها يا سيدنا الرب، أشكرك لأجل كل زوج يتوقع يا رب شفاء ولمسات للعلاقات يا رب. يا رب أنا بشكرك لأن عندك حل لكل المشاكل، عندك يا رب حكمة للتصرف في كل الأمور يا سيدنا رب، بشكرك يا رب لأجل عرش النعمة المفتوح، علمنا رب ندخل وناخد دايما من عرش النعمة، في اسم يسوع ليك الكرامة وكل المجد. آمين آمين. شكرا انك وضحت لنا يعني ايه عرش النعمة، واتمنى انكم ما تنسوش ده، انت وانت تعبان مش محتاج غير انك تقفل، تدخل مخدعك وتقفل بابك، دي السكة لعرش النعمة، واطلب اطلب. الناس بتحفى علشان توصل لحد مسؤول ويقولوا ايه السكة عشان نقدم طلب، انا بقول لك السكة، عارف الباب اللي انت شايفه باب الاوضة ده، هي دي السكة. صحيح. ادخل واقفل بابك وارفع صوتك، انت دلوقتي في عرش النعم. هللويا. انت دلوقتي في عرش النعم. صعب؟ انا ما اعرفش الناس ليه بتتعب نفسها، يعني عشان اوصل لحد محتاج حد يوصلني لحد واشوف مسؤول واشوف عشان اعرض الامر امام، اعرض شكواي امام. لا، شايف الباب اللي قدامك ده، باب الاوضه دي، ادخل واقفل الباب عليك، مخدعك، هو ده عرش النعمة. انت وصلت عرش النعمة وإله كل نعمة بيس معك، اطلب معونة من عند الرب، قول كده معونتي من عند الرب، إلهي عونا في الضيقات. ده مش مجرد عنوان حلقتنا النهاردة، لكن ده اللي احنا عاوزين نختبره النهاردة. النقطة الثانية، النقطة الثانية حضرتك ذكرتها برضو، الانتظار بتوقع، التوقع، وده موجود في إشعياء 40، أما منتظر الرب فيجددون قوة ويرفعون أجنحة كالنسور. وبيقول هنا يا دكتور إكرام يعطي المعية قدرة، نعم، ولعديم القوة يكسر شدة. طب إزاي؟ بانتظار الرب. انتظار، وانتظار مش معناه سلب، انتظار معناه أني أنا عيني على الرب، معناه أن أنا في فترة الانتظار أنا يعني مرات الرب حكيم أصلي. نعم. يعني في ناس تطلب وتقول له رب ليه ما بتدينيش؟ طب ما هو هيدي في وقته. لو عطاني دلوقتي يمكن الدنيا مش هتتظبط. لكن في حكمة الرب يا أحبائي، عندما أطلب الرب وأطلب أوقات الرب وتدخلات الرب، يعني أنت لو منتظر الرب مثلا في حاجة مادية ممكن يديها لك دلوقتي وتعمل مشكلة. لكن في وقت الرب وانت منتظر الرب انت بتتغير. يعني انا مرات دايما بقول له يا رب لو في ضيقه او احتياج معين ايه قصدك منه؟ نعم. انت عاوز تعمل ايه في حياتي؟
فيمكن امبارح كتبت شوية حاجات، قلت إن قصد الرب من الضيقة أولا لتصحيح المسار، نمرة اتنين للتدرب على الإثمار، نمرة تلاتة للتخلص من حاجات الرب عايز يخلصني منها يعني. وفترة انتظار الرب أحبائي بتعمل التلات حاجات دول، بتصلح المسار للرب سمح بضيقة في حياة يونان. ليه في يونان سمح الريح تهيج؟ لأن يونان كان ماشي غلط، وبسبب الضيقة يونان مساره تصلح. طبعا الرب مش هيبعت لك حوت ويبلعك ولا ريح، الرب بيسمح بالضيقات. بيقول هنا الكتاب أضيق عليهم لكي يشعروا، وأول ما تشعر بترجع للرب. يبقى وانت بتنتظر الرب بيصلح مسارك وبيصلح حياتك. الحاجة التانية الضيقة هدفها الإثمار، إن أنا أكون شخص مثمر. يعني عروس النشيد قالت تعالي يا ريح الشمال وهب يا ريح الجنوب، هب على جنتي فتقطر أطيابها. بدون الرياح أنا يمكن عشت في لبنان وألذ تفاح اللي موجود فوق الجبل اللي فيه تلج وفيه يعني عوامل طبيعية مختلفة عن تحت، في بيتعرض لظروف صعبة. التفاحة تبقى أحلى، التفاحة تبقى مليانة عسل ومليانة حلاوة. أمين. فعايز أقول مرات الرب بيسمح بالضيقات عشان يخليك تثمر. والكتاب بيقول في عبرانيين حتى أن كل تأديب أو كل ضيقات في الحاضر لا ترى للفرح بل للحزن، وأما أخيرا فيعطي الذين تدربون به ثمرة بر للسلام. أيضا الرب بيسمح بالضيقات. أنا بقول له ليه بتسمح بالضيقات في حياتي؟ علشان يخلصنا من، أنا عايز أقول، خطايا مستوطنة، حاجات مستوطنة، إذا كان في شخصيتي فيها نوع من الخداع، نوع من الكذب، أو الالتواء، أو الجري وراء أمور معينة. حتى الكتاب بيقول في بطرس، بيقول لأنه من تألم في الجسد كف عن الخطية. فمرات كتير رب يسمح بالضيق لأجل هذه الأسباب، إني أتصلح، يغير مساري في سواء في الخدمة أو في يعدل مساري عشان أتمم قصده، يخليني مثمر أكتر. كمان لما بتيجي في وقت الرب، منتظر الرب انتظار، مش انتظار سلبي. الانتظار يعني يا رب أنا مستني أوقاتك، مش حاجة أنا رايح أنام، لا ده أنا مستني أوقاتك. وصدقني لما بتيجي في وقت الرب بيبقى لها طعم غير عادي، بيبقى لها حاجة جميلة جداً. لما الرب يفتح الباب في وقته هيكون لخيرك 100%، والنجاح 100% مضمون لما الرب يفتح الباب في وقته. أشكرك من أجل النقطة التانية اللي أنت قلتها يا سيد ماجد، نقطة مهمة جدا. مش بصلي وبس، لكن أنا بتوقع خلاص الرب، أنا بصلي طلبته ومنتظره يجيبني لأنه موجود. للأسف الشديد في ناس بتصرخ لربنا لكن ما عندهاش إيمان ربنا بيسمح، وما عندهاش توقع إن ربنا هيتدخل، ما عندهاش هذا التوقع للأسف الشديد. والدليل يعني الناس دي لما بتوصل معنا تقول إحنا صلينا وما فيش فايد، إحنا طلبنا وما فيش فايد. لما حد يحكي لي مشكلة يقول نصلي، يقول لي طيب ما فيش حاجة تاني غير نصلي؟ يعني ما احنا صلينا وفيش حاجة اسمها صلينا وما فيش فايدة. إذا مشكلتي ما تحلتش في الصلاة عمري مشكلتي ما هتتحل. إذا ما جاتنيش معونة من عرش النعمة ما فيش معونة حقيقية هتيجي. بقول لك ادخل عرش النعمة، الباب اللي قدامك، ادخل الأوضة واقفل على نفسك وامسك فيه وكلمه. ما عرفش ليه ربنا ذكرني بقصة حكيها لك يا أسيس ماجد وحكيها لأحبائي، حصلت من سنين طويلة. كنت لسه طالب في يمكن سنوات الأولى من الكلية، وما كانش فيه التقدم بتاع التليفونات وموبايلات. التليفون ران وكان إظهار رقم الطالب حاجة كده، إيه، حاجة من الحاجات الجديدة في الوقت ده من سنين طويلة. فرقم غريب قوي وحد بيكلمني، فبيقول لي دكتور إكرام، وإحنا طلبة من أول مراحل يخش كل طب من أول يوم يتقال له يا دكتور. فبقول له أيوه. قال لي أنا دورت على تليفونك وجبته عشان أكلمك. كان بيكلمني من مكان غريب ومكان بعيد. بيقول لي أنا عاوز أقول لك إني
من الشهر اللي فات أنا كنت في أزمة غير عادية، أزمة جديدة، والدنيا قفلت من كل ناحية للحد إني فكرت إني أنتحر. إني خلاص هي قفلت. قال لكن ربنا فكرني بكلمة أنا سمعتها منك وإنت بتوعظ، والكلمة دي فضلت ترن في وقت أنا بفكر فيه إني أنتحر. إنت كنت بتوعظ وتقول لما تقفل كل الأبواب قدامك اتذكر إن بابه مفتوح، اطلبه هتلقاه. قال لي الكلمة دي فضلت ترن قدامي والدنيا مسددة، قلت طب ما أعمل كده. قال طلبته ولقيته وصنع المعجزة واتدخل، وكان بيكلمني بحماس شديد، ربنا اتدخل، ربنا حلها. أنا كنت أفكر إنها مش هتتحل، لكن ربنا حلها. قال لي أنا دورت على تليفونك علشان أوصل لك الرسالة دي. أوعى بطل تقول للناس لما تقفل كل الأبواب قدامكم اتذكروا إن بابه مفتوح. قلت له لا اطمن ما تخافش، أنا بقول وهقول، وبعد مرور سنين طويلة أديني بقول على الهوى لكل واحد بيسمعني، معرفش أنت بتسمعني فين، في أي حتة في العالم، لما تقفل كل الأبواب قدامك اتذكر إن بابه مفتوح. الله عونا في الضيقات. إذا كنت محتاج معونة سماوية اطلبه، هو موجود. وبوجه كلامي مش للمسيحيين وبس، إن برنامج قوة الصلاة مش للمسيحيين بالاسم، لكن برنامج قوة الصلاة لكل إنسان يحتاج إلى المسيح، لأني أؤمن أن المسيح أحب الجميع، وأن المسيح مات من أجل الجميع، وأنه هكذا أحب الله العالم. وأشكر ربنا من أجل كل المعجزات اللي سمعناها نتيجة استجابة الصلاة من أحباء غير مسيحيين. أيوة أنا بكلمك أنت، بكلمك أنت، تقول أنا مش مسيحي، أنا بقول لك عندما تصلي وتطلب من الرب، من إلهنا، أنا مش بقول لك أطلب من النبي عيسى، لا مش ده اللي أنا بقول لك عليه، أنا بأطلب من رب المجد يسوع المسيح، أطلب من رب المجد يسوع المسيح، الإله القدير، إله المعونة، وهو هيسرع صحيح إلى معونتك. أمين. أبوابه مفتوحة للي تقفلت كل الأبواب قدامه. أسيس ماجد إيه كمان؟ في حاجة اختبرتها وأحب أشارك بها الأحباء اللي بيشاهدونا، إن حتى لو وإنت منتظر الرب في عرش النعمة، وإنت طالب معونة، وإنت عندك القضية شغلاك، ويمكن في ناس ما بتنامش الليل بسبب قضايا معينة بتنتظر يعني شغلها، وإنت داخل عرش النعمة أول حاجة بتحصل الرب بيشيل التوتر منك، الرب بينزع كل حمل على كتافك. صحيح لسه الاستجابة ما جاتش، صحيح لسه الأمور ما حسناش إن دراع الرب تدخلت في الأمر، ولكن علامة لا تقبل الشك أنك عندما تدخل إلى عرش النعمة الرب يشيل همومك ويشيل أحمالك ويشيل التوتر اللي جواك، يملك بالسلام ويملك بالرجاء ويملك بالتوقع، والغاية ما تيجي المعجزة وانت في عرش النعمة دايما، حتى وانت ماشي في الشارع وانت في شغلك خليك دايما أمام عرش النعمة وقلبك مرفوع للرب، هتلاقي السلام يجري كالأنهار في حياتك، وكأن المشكلة مش موجودة، كأن الأمر مش موجود. ليه؟ مليان سلام لأنك موجود في محضره، ولما تتملي سلام صدقني أنت هتتغير من جوه، والاستجابة هتيجي بعدين، هتيجي المعجزة بعدين في طريقها. أمين. دي حاجة أنا اختبرتها شخصيا. أمين أمين. أحبائي إحنا بنصلي مع كل إنسان محتاج لمعونة سماوية، وبذكركم تليفوناتنا مفتوحة، أهلا بتصلاتكم، إذا حبيت تشارك احتياجك على الهوى
من أجل أن نصلي معاك. تليفوناتنا مفتوحة، تقدر تليفوناتنا ظاهرة على الشاشة دلوقتي، تقدر تكلم تليفوناتي من أي مكان في العالم. أيضا تقدر تتواصل معنا من خلال الفيسبوك، حط طلبة الصلاة أو الويب سايت الخاص بقناة الحرية، اتواصل معنا، إحنا شركاء معك في الصلاة، إحنا هنصلي معك وإنت بتطلب. ما تقولش صلوا لي، لكن قول صلوا معايا، لأن أنا عاوز كل أصحاب طلبات الصلاة يتعلموا هم كمان يصلوا، وإحنا هنصلي معاك وكل شركاء الصلاة اللي معانا في البرنامج، لأن كل طلبة الحقيقة ناس كتير بتصلي لها، وأنا ببعت الطلبات دي للشركاء الصلاة ليا في كل مكان، وفي ناس بتصلي لها، وفي ناس بتتابع البرنامج وبتكتب طلبات الصلاة، وعارفة من البداية إن في حاجة اسمها كشكول الصلاة، بنكتب طلبات الصلاة، وفي ناس بتبقى مهتمة جدا بكل طلبة وبتقعد الأسبوع كله تصلي من أجلها. ابعت طلبات الصلاة وخليك متوقع إن ربنا بيسمع وإن أمين. ربنا بيستجيب، والله هيعمل معجزات في حياتك، ويا ريت تبقى تشاركنا علشان تشجع غيرك بكل معجزة ربنا عملها في حياتك. خليني نكمل كلام، بس عاوز أذكر بعض طلبات الصلاة اللي جت على الهوا، خلينا نصلي لها ونواصل كلام. حنان طالبة إن ربنا يديها نسل. أمين. إله كل معونة يعطيكي نسل يا حنان. هنصلي لك وهنصلي من أجل الناس اللي محتاجة زرع بشر، محتاجة نسل، إن ربنا يفتح الأرحام ويعطي نسلا، ويعطي يديك الرب طفل جميل، يديك الرب طفلة جميلة، عطية من عنده. هنصلي من أجل حنان صلاة من أجل شكري، طالب إن ربنا يملك على بيته وابنه عصام كمان يملك على بيته. أمين. إذا كنت أنت كمان طالب إن ربنا يملك على بيتك، صلي معانا، الطلبة دي طلبة مهمة جدا، أنا عاوز بيتي يا رب يبقى بالكامل ملك ليك. هنصلي من أجل أميرة عندها ضغط، أم عصام عندها جرثومة في المعدة وتعب في رجليها، ربنا يمد إيده ويلمسك ويشفيك يا أم عصام. صلاة من أجل إيريني، ربنا يقف معاها في الامتحانات، يقف معاكي، وهنصلي من أجل كل الطلبة اللي محتاجين معونة سماوية. وأنا جربت الحقيقة في الامتحانات يعني ربنا يسندني في الامتحانات، يعني ربنا يرفعني، ربنا يفتح البصيرة ويدي النجاح من عنده. فهنصلي من أجل إيريني ومن أجل كل أحبائنا الطلبة، أولادنا الطلبة اللي محتاجين ربنا يقف معاهم في الامتحانات. أسامة وديع عنده مشكلة في العمل، الرب يتدخل، تأتي المعونة لك من عند إله كل معونة يا أسامة، ويحل لك مشكلتك في الشغل. عواطف طالبة ربنا يشفيها، عندها جلطة، بنصلي لك يا عواطف، وبنصلي من أجل كل إنسان عنده جلطة وبيعاني من توابعها، تقول الجلطة جت عملت لي مشكلة الفلانية وخلاص وأنا انتهيت. عاوز أقول لك لا، أنت ما انتهتش، أحد شركائي في الخدمة ربنا سمح له بحاجة زي كده ورجع ومكمل خدمته أكتر بكتير من الأول، أنت ما انتهتش، لأن الله هيبعت لك معونة والله هيسندك. أوعى الشيطان يوهمك بكده أني خلاص كل حاجة انتهت، الله قادر أنه يكمل شفائك، وإن الله يظهر قوته في ضعفك. أسرة شكري طالبة صلاة من أجله، هو في ليبيا، أخباره واتصالاته منقطعة من 7 سنين، نصلي ربنا يطمن أسرته عليهم. أمين. بصلي من أجل شاب أيضا في ليبيا، للأسف الشديد يعني ما أعرفش أجبر أو هو أراد أنه يغير دينه من أجل يرتبط بواحدة، وده مسبب مرار لأسرته،
احنا هنصلي مش انه يصلح قصه، مش قصه انا ديانتي ايه من بره، لكن القصه قصه انا للمسيح ولا لا. ما ياما احباء بطاقتهم مش مسيحي لكن هم للمسيح. فهنصلي من اجل هذا الشاب ان ربنا يسرع الى معونته من اجل اسرته ويتدخل ليحميه من الخطر الجاي. انا طبعا مش بقلل الامر ان الواحد يترك ويغير ويروح لمكان، لان الدنيا ممكن تصعب عليه، لان زي ما بيقولوا الدخول مش زي الخروج، اللي بيدخل مش بيخلوه يطلع، اللي هيطلع يعني ممكن يقطعوا رقبته. فربنا يحمي، وربنا يحمي يعني يحمي ولاده، يحمي شعبه من هذا. فهنصلي من أجل هذا الشاب ومن أجل هذه المشكلة، وبنصلي من أجل كل بنت مخطوفة وأسرتها يعني مش قادرة تتحمل ده، إنها مش ترجع وبس، ترجع وتكون ملك المسيح، ترجع ومش تكون مسيحية بالاسم لكن تكون إنسانة ملك لربنا. صلي من أجل طلبات الصلاة دي ونواصل كلامنا وبعد كده نكمل طلبات الصلاة. يا سامع الصلاة يا رب إليك يأتي كل بشر. يا رب بشكرك يا رب لأن عندك الاستجابة لكل طلبة. أختنا حنان يا رب بشكرك يا رب. أنت تستطيع أن تعطيها نسلاً مباركاً يا رب. يا رب. وتديها فرح يا رب بهذا النسل. يا سيدنا الرب يا من لمست سارة، لمست إليصابات يا رب، لمست رحيل يا رب ورفقة يا رب. أشكرك لأنك أنت يا رب تعطي، لمست أم صموئيل يا رب حنة، تعطي حنان أيضا يا سيدنا الرب. يا رب كل من يطلب نسل النهاردة بنطلب له النهاردة رب، وأنت تعطي بحسب غناك في المجد. أخونا شكر بين إيديك يا رب، ألمس بيته، أذكر عصام يا رب وتعامل يا رب مع بيته أيضا، لمسة لأختنا أميرة رب والضغط أم عصام يا رب، لمسة لرجليها ولمسة للمعدة في اسم رب يسوع. نشكرك لأنك أنت الطبيب يا رب اللي بتزورنا دايما وتشفينا. أذكر إيريني وكل طالب يا رب وطالبة بيمروا بالامتحانات باسم الرب يسوع. يا رب بنرفع أخونا أسامة بين إيديك يا رب ومشاكل العمل. تعامل يا روح الله، تعامل يا روح الله. يا رب أنت مكتوب يا رب إن أرضت الرب طرق إنسان جعلت حتى أعداءه يسالمونه. أنا بصلي إنك تديله نعمة يا رب، وتديله حكمة، وتديله رب إزاي يطلع من كل أزمة بيواجهها. أختنا عواطف بين إيديك يا رب، شفاء من الجلطة يا رب. أذكر أسرة شكر يا رب، طمنهم عليه يا رب. والأخ الثاني اللي في ليبيا يا رب، اديله لمسة يا رب وانقذه يا رب من كل فخاخ بنصباله في اسم الرب يسوع. يا رب كل نفس غايبة يا رب عن عائلاتها يا رب، نعرف أسر يا رب أولادهم مختفيين من سنين يا رب، أنا بصلي النهاردة إنك تطمنهم يا رب، تفرحهم يا رب، يا رب ترفع الأحمال عنهم يا رب، سمعهم أخبار يا رب عن اللي غايبين يا رب وليهم سنين يا رب. يا سيدنا الرب يا رب رد المسلوب النهاردة يا رب في اسم الرب يسوع. كل أب كل أم يا رب ولادهم غايبين ومش عارفين هم فين يا رب، تعال يا رب طبطب عليهم يا رب وامسح دموعهم. تعال يا رب، يا رب رد 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 اللي ضاع يا رب، رد اللي ضاع في اسم الرب يسوع. بنصلي عشان البنات يا رب اللي بيتعرضوا لإغواء، بيتعرضوا لخطف، بيتعرضوا يا رب لتأثيرات في سن صغير يا رب. بصلي النهاردة لأجل العائلات يا رب، عائلات أنها تحتضن أولادها الصغيرين يا رب. صلي لأجل أباء يشبعوا بناتهم بالحب يا سيدنا الرب. وصلي رب لأجل الضغوط اللي في المجتمع يا رب، اللي بتضغط على القاصرات يا سيدنا الرب. في اسم الرب يسوع انقذ يا رب، ورد رد كل اللي ضاع في اسم الرب يسوع. أشكرك ليك الكرامة وكل المجد. أمين أمين أمين, أمين. معنا ابن الرب من كندا، أهلا بيك. سلام الرب مع أخوة الرب، أشكركم للبرنامج الرائع وقوة. فعلا أنا لمستني قوة الصلاة اللي بتصلوها على قلبي. أطلب منكم تصلوا من أجل شخص عزيز إلي كتير في المسيح وأنا بحبه كتير، بس تعرض إلى
ظلم قاسي من خلال المحاكم في كاليفورنيا وتسبب في طلاق وهذا الظلم يعني. هل ممكن تذكر مجرد اسمه أو أي تلميح عشان خاطر بس الناس اللي بتصلي تذكره بالاسم؟ هو الحرف من اسمه حتى. مش لازم. اوكي خلاص. مش لو مش هقدر انا متاسف. لا احنا اوكي احنا هنصلي من اجل ابن الرب المظلوم في اسم يسوع، ربنا يرفع عنه الظلم. امين. وكمان هو اضطر انه يترك شغله ويترك البلد بحالها بسبب الظلم القاسي والقهر. والسبب وانا شايف السبب الحقيقي، لانه انا اللي واحد من الناس اللي بشرته بالمسيح، عرفت انه هو اللي لما عرف المسيح وبلش يتبع المسيح، العيله اللي كان من يعني اللي اهل عيله زوجته مش مؤمنين، هم مسيحيين بس يعني قصدي باسميين، فهذا الامر سبب انشقاق في العيله، وهذا كان واحد من الاسباب الروحيه اللي هو نزل السيف في البيت. فانا بصلي لثلاث امور، انه اول شيء لهذا الشخص العزيز انه يبرئ الرب من اي حمل انه بيفكر انه الرب عم بيعاقبه على امر معين، والامر الثاني انه ينصفه في ظلمه في هذا الظلم. امين امين. لانه ما عندوش شغل لحد الان، ما عندوش. ربنا يتدخل ويحل المشكله دي سريع، وابعت له معونه ويرفع عنه كل ظلم. هنحطه بنعمه الرب في الصلاه. امين. معانا الاخ هشام من مصر. اهلا بيك يا اخ هشام. التليفون وقع. هل التليفون وقع؟ اوكي. احبائي خلونا نصلي من اجل الشخص اللي اتظلم، وخلينا نصلي من اجل الناس المظلومه. يعني شعور بالظلم، شعور في منتهى الصعوبه. والاصعب من كده اني ممكن اشعر جوايا ويجي ابليس يحبكها ويقنعني ان اللي بيحصل ده ربنا بيعاقب. ده لو ربنا بيعاملنا بحسب اللي احنا بنعامله لكان افنانا. صحيح. لكن هو اله كل رحمه، وعاوز اذكر ان احنا عايشين في زمن الحب. هيجي وقت الحساب، هيجي وقت الدينونه، هيجي زمن الدينونة، ما تستعجلوش. نشكر الله أنه هو بيتأنى، نشكر الله أنه هو مش مستعجل، لكن هيجي وقت الدينونة. لكن احنا دلوقتي عايشين في زمن الحب، عشان كده بقول لكل واحد بيسمعني انتهز الفرصة واستغل زمن الحب، وخد لك نصيب من الحبيب، خد لك نصيب من المسيح. يعني ما تضيعش الفرصة منك، لأنه هيجي وقت الدينونة. وإحنا بنطلب معونة سماوية، خلونا ما نبصش نفسنا، لكن خلونا نبص عليه هو. وزي ما كنت بقول، معونة يعني نعمة، نعمة يعني عطية لمن لا يستحق. طب ربنا هيديني ليه طالما أنا ما استحقش؟ لأن هو إله كل نعمة، لأنه هو بيحبني. قبل ما نكمل طلبات الصلاة، ايه على قلبك كمان تقوله يا أسيس ماجد؟ على قلب ان احنا دايما يعني من التليفونات الاخيره دي، الرب بار في كل طرقه ورحيم في كل اعماله. مش ممكن الرب يكون ضدي، ومش ممكن الرب يكون بيعاقبني. حتى لو سمح بضيقه في حياتي، هو لا يعاقبني، هو بيحبني جدا. وحتى لو هو بيصلح مساري أو بيصلح طريقي، الرب لا يعاقبني، الرب بيحبني لدرجة أنه عاوزني أمشي في الخطة بتاعته، في الخطة بتاعته. وخطته دايما أحلى جدا من اختياراتي. دايما يمكن من بداية السنة كنت بقرأ سفر التكوين، ووقفت قدام قصة يوسف، يمكن من أجمل قصص الكتاب المقدس. وقد اتعرض لظلم، وقد اتعرض لإخواته وأقرب ناس لي. وعلى فكرة لما كنت بحاول أشوف شخصية يوسف، لقيته اتولد في بيئة وحشة جدا على فكرة. بيئة وحشة،
الكبير شخص مفتري ومش عارف شمعون ولاوي أدوات ظلم، في تكوين 38 نلاقي أخوه الأكبر منه يهوذا يزني، تكوين 39 يرفض الشر هو، ورغم كده يوسف ثبت بقوة رغم الضيق رغم الضغوط. وما أجمل الأيام الأخيرة في حياة يوسف، ما أجمل أن ينتظر الرب حتى لو أنا مظلوم، حتى لو أنا إخواتي خانوني، حتى لو أنا تعرضت لظلم في سمعتي، حتى لو أنا دخلت السجن، حتى لو أنا اتأذيت بالقيد، حتى لو أنا دخلت في الحديد نفسه، ولكن الرب كان شايف وعارف إلى وقت مجيء كلمته. كلمة الرب يقول الكتاب عن يوسف في مزمور 105: أرسل الملك فحله سلطان الشعب فأطلقه، جعلها متسلطا في كل بيتك. أمين. فيا منتظر الرب ما تخافش، الرب هيحول كل ضيقة بتمر بيها إلى مجد في حياتك، هيحول كل تعب وكل سنين الظلم إلى إثمار في حياتك، وتعويضات إلهية ستأتي إليك. هو بس يعني دايما بفكر في يوسف أثناء الظلم، هو تعلم. Yes. هو تعلم وخد حكمة وخد كفاءات ربنا عالية جدا. كان بيجهزه، كان بيجهزه الأعمال لبركة عظيمة، لبركة عظيمة. أمين. بالزبط. خليني أخذ بعض تلفونات. معانا الأخ هشام، أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم. اتفضل أنت على الهوى. أنا طالب بس تصلوا معايا عشان ابني. معاك حبيبي، مال ابنه؟ مال ابنك يا هشام؟ ابني عيان قوي، بيصرخ من الألم، بيصرخ ليل نهار. اسمه ايه ابنك يا اسمه ايه؟ اسمه بيتر هشام لبيب. دلوقتي انا أيوة. هصلي لبيتر دلوقتي. بسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. يا رب انت اله المعونه، واحنا بنطلب يا رب دلوقتي معونه عاجله يا رب لبيتر هشام. اذا كان الاب بيصرخ اليه فانت بتسمع الصراخ يا رب، واحنا بنتحد كلنا مع بعض مع هشام، وبنطلب يا رب لمسة 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 لبيتر تخفف الألم يا رب. الذين لمسوك نالوا الشفاء يا رب. نعم، إيديك قوية، إيديك بتشفي، إيديك بتخفف كل ألم. مد إيدك يا رب، مش بتخفيف الألم لبيتر وبس، لكن بشفاء كامل لي أيها الرب يسوع. أشكرك لأنك تسمع وتستجيب. أمين أمين مجدك. أمين. الرب مادد إيده لشفاء بيتر شفاء كامل. أمين. معانا أبو فادي من مصر، أهلا بيك يا أبو فادي. بحييك يا رجل الله وبشكرك لأجل الحلقة، ودايما ده جو الوقت بارد أو ساعة جدا، لكن الحلقة فيها دفء روحي. مجدك. بشكرك لأجل سامع أن الدنيا برد في مصر دلوقتي. الدنيا برد وانا اسمي عريان، يعني بردان كمان. عشان لا، عشان خاطر تشاركوا الناس اللي في كندا والناس اللي عايشين في جو بارد، تحسوا شويه بالبروده، وعشان تقدروا نعمه الجو الحلو في مصر. اتفضل كمل يا ابو فادي. كان في اكلم بلسان حد كنت بدردش معاه، قال لي يا ابو فادي احنا في نهايه السنه 21 قعدنا نصلي ان نخش سنه جديده بمواعيد جديده باشياء جديده، لكن شفنا 22 بدايتها في زنزال في مصر وزنازير اكتر من مكان، وفي كوارث كتيره جدا حوالينا. هي ايه السنه 22 كلها ضرب ضرب؟ وبدا يتكلم كلام سلبي. لو في مشاهد حضرتك بيفكر وشعر ان ربنا نسيه بالشكل ده، وشعر مضغوط فقط حد في اول 22 زي ما شفنا كده ابونا مكاري والمدام بتاعته، فقدنا ناس كتيرة جدا عزاء لينا. 22 هي ايه؟ هي ضرب ضرب ولا في ايه؟ هو بيسأل يعني، وانا قلت له هسألك السؤال. لا، هي سنة جديدة من سنين الحب، احنا لسه بزمن الحب، واذا كان ربنا بيزلزل عشان خاطر الناس تنتبه، وعلشان الناس تفوق، وعلشان الناس تصحى،
لكن الله مجهز بركات كتيرة للي بيسألوه. أما بخصوص سفر أبونا الحبيب مكارم، الحلقة اللي فاتت كان عن هذا الأمر، هو طول عمره وهو اللي علمنا أنه غريب الديار وأنه هنا ملكش مكان. يعني كم الترانيم اللي أنا حفظتها واللي أنا برنمها عن الغربة والرجوع للسماء من كتابات أبونا مكاري، طال انتظاري إليه. الحقيقة هو عاش طول عمره منتظر وجي وقت التتويج، فيعني وصوله للسماء حاجة يعني هنيئا له بعد هذا الجهاد. الرسول بولس قال جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا، ما أخيرا كان لازم يجي، وضع لي إكليل البر. فأسبوع واحد وصل أبونا مع شريكة خدمته الرائعة زوجته المباركة، وصلوا السماء وهم الآن وضع عليهم إكليل البر. يا بختهم، وياريت نكمل زيهم، ياريت نكمل ونكمل بكل أمان لغاية لما نوصل السماء. أبو فادي، بطلب منك أنك ترفع صلاة من أجل كل إنسان محتاج لمعونة، من أجل كل مريض متألم، من أجل كل إنسان غايب. أنا معرفش ليه يعني ربنا شاغل قلبي بالناس اللي غايبة، إن ربنا يطمن أسرهم عليهم ويرجعهم بالسلام. تفضل ارفع صوتك بالصلاة يا أبو فادي. بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، أمين. يا رب، انت اللي علمتنا من خلال كلمتك، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. يا رب يا رب، احنا مش بنضرب الهواء. ان كنت دلوقتي وانا في مصر بكلم من خلال التليفون في امريكا وهو سامعني وانا سامعه، كم وكم انت سامع الصلاة. نعم يا رب، ده امتياز كبير جدا جدا جدا. يا سامع الصلاة، اليك يأتي كل بشر. مش بنضرب الهواء يا رب، صحيح. ولا انت ما بتسمعش، لان انت اله عظيم بتسمع. قلت اسمعيني صوتك، اريني وجهك. يا رب، في كتير بيشاهد دلوقتي البرنامج، تعبانين، مقنعين، شعرانين بالم، بضيقه، شعرانين انهم منسنيين، وشعرانين ان هم الامور صعبه جدا جدا. لكن انت وعدت وقلت كده يا رب. انت لو وعدت، انت لو وعدت، انت لو وعدت قلت نسيت الام رضعة، انت لا تنسانا. إن كان الأب دلوقتي كان بيبكي شوية عشان ابنه المريض، يا رب، وهو إنسان بيبكي لأجل ابنه، حنن يا رب، بالك رب، ندي أولادنا عطايا جيدة جنب الحري. الله الذي يهب الخيرات للذين يسألون. أمين. أنت بأرض، أنت إله عظيم، أنت إله قدوس. نعم يا رب. كانت أحلامنا بتقول أيام صعبة، لكن أنت بتقول لأولادك خير ورحمة. هللويا، امين. ده صوتك لكل انسان. انت اب، انت حنين. نعم يا رب، يا رب، عشان انت متعلق بيك وحنين. يا رب، متعلق بيك، من تعلق بيه انجيه. يا رب، كلنا واحنا بنشاهدك كده بنرفع ايدينا يا رب، وانا بقول لكل مشاهد ارفع ايدك بالايمان، وانت في مكانك ارفع ايدك وقول كده باسم الرب يسوع، الايام اللي جايه بستقبل خير من صاحب الخير، بستقبل شفاء من صاحب الشفاء، بستقبل تعزيه من صاحب التعزيه. بابا اللي انت ابويا السماوي، بشكرك، بشكرك، لان بوقف وانا برفع ايدي زي ما موسى رفع ايده، رفع ايده في الانتصار، وانا برفع ايدينا بننتصر على كل مملكه ابليس في اسم الاب والاب والروح القدس، الله الواحد، امين. بشكرك يا رب، سمحت لي ان انا اخذ بركه معاك في برنامج كوتس. ربنا يباركك، وواصل صلاه، انت شريك صلاه معانا ابو فادي. معانا كمان الاخت ايزيس من امريكا. اهلا بيك يا اختي ايزيس. الو، مساء الخير. مساء النور يا اختي ايزيس. انا عندي طلبة صلاة، وعندي عايزة اطلب مشورة من حضراتكم. اتفضلي. انا عندي 3 اولاد. نعم. واحد اسم 21 سنة و17 سنة و15 سنة، وعندي جاسمين 5 سنين. كانت حياتنا ماشية عادية خالص، كنا بروح الكنيسة كل يوم حد،
زي أي أم وأب في مشاكل في البيت بالنسبة لسن المراهقة وكده، بس يعني حياتنا كويسة طبيعية يعني. نعم. بعدين في ست كانت هي بتفولو جيسس بس مش بتروح كنيسة، ما عندهاش أي مرشدين روحيين ولا أي حاجة. في الأول كانت بتبعت، كانت جيراننا بس ما كانش لهم علاقة بيها قوي. بعد كده ابني حب يقرب من ربنا اللي هو لسه سني 17 سنة، فبعت لها إيميل في إيميل، فابتدت تملى دماغه إن الكنيسة غلط، الأبهات الكهنة غلط، المرشدين غلط، أنت منك لربنا وبس. ابتدى خد أخوه الكبير، بعد كده أقنعتهم إن إحنا كبن آدمين يعني بابا ومامته عليهم شياطين وهم لازم يطلعوا الشياطين من، وأقنعتهم إن يتعمدوا يتعمدوا، فعمدتهم في السوري يعني في ال... في ال... في البانيو بتاع الحمام. بعد كده ابتدوا هم بقى يعملونا بشدة وإن إحنا كفرة وإن إحنا ما بنعرفش ربنا. وبين يوم وليلة خدت ابني الكبير 21 سنة، خلته ساب البيت ومشي، ما عرفوش أي مكان هو فين، قاعد معاها ولا مش معاها. وابن التاني بيعاملنا عشان القانون ما يقدرش يطلع برا البيت قبل 18 سنة، بيعاملنا نحنا كفرة، بيتعامل معنا بكل يعني تجاهل، مش بيتعامل معنا خالص كأم أو أب. فحياتي اتدمرت يعني بين يوم وليلة. احنا أنا بقالي سنة بصلي بدموع عينيا. بص يا أختي إيزيس، احنا هنصلي لك وهنصلي من أجل بيتك، لكن انت وانت بتطلبي مشوره انا عاوزك انت وجوزك تعملوا بنسميه مذبح عائلي في البيت علشان ولادكم يشوفوا ده. يعني امتى الولاد يتخدعوا؟ لما ما يكونوش شايفين صوره جيده للحياه مع المسيح في البيت. يعني عاوز اسالك، هل ولادكم شافوكم وانتوا بتصلوا؟ حلو نروح الكنيسة مرة في الأسبوع، لكن هل شافوكم وانتوا بتصلوا؟ هل في البيت كنتوا بتفتحوا الإنجيل وتكلموهم على الإنجيل؟ كنا بنصلي. بتصلي. أيوة كنا بنصلي، بس انت عارف ان الحياة هنا صعبة في أمريكا كشباب. لا بصي، لما بيطلعوا مع شباب تانيين. أنا عاوز أقول لك حاجة، الحياة صعبة في كل حتة. يمكن وانت بتقولي انت عارف الحياة في أمريكا صعبة، طبعا عارف الحياة في أمريكا صعبة. ناس بيسمعونا في مصر يقولوا ده انتوا ايديكم في المية مش في النار، ده احنا وما الحياة عندنا يبقى شكلها ايه. الحياة صعبة في كل مكان، لكن اللي بيقوينا على صعوبات الحياة تمسكنا بربنا. انا عايش في أمريكا زيك وانا عندي أولاد زيك، لكن يمكن كل ما نصلي مع أولادنا أكتر وكل ما نخلي بيوتنا بيوت صلاة مفتوحة وولادنا يسمعونا وإحنا بنصلي ويشوفونا وإحنا بنقرأ كتاب وبيتنا يبقى حاضر فيه المسيح. عاوز أقولك في بيوت المسيح بيبقى حاضر فيها. يعني أنا كمان لما أروح زيارات في بيت أدخله بيت دهك، يعني المسيح موجود فيه. وفي بيوت تانية ما فيهاش مسيح. هنصلي من أجلك، هنصلي من أجل أسرتك، وأنا بطلب منك إذا كنت تطلب مشورة، أنت وجوزك اركعوا وصلوا كل يوم واطلبوا أن ربنا ينور عينين ولادكم وربنا يصحح مسارهم ويحفظهم من الأفكار المنحرفة ويحفظهم من أي ضلال، وترجع الأسرة كلها ويبقى عندكم مذبح عائلي، الولد الكبير اللي خرج والولد الصغير اللي ممكن يكون موجود ومش مرتاح، كل ده يتجمع وتكونوا مع بعض أسرة مسيح. أسيس ماجد صلي من أجل هذه الأسرة. أمين. 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 يا رب عندنا ثقة رب أن الأولاد ملكك، يا رب عندنا ثقة يا رب أن يا رب. لا يضيعوا يا سيدنا الرب، لأنه مكتوب رب الولد في طريقه فمتى شاخ لا يحيد عنه. يا رب حاطين أختنا إيزيس بين إيديك باسم النهاردة. يسوع يا رب، يا رب وزوجها بين إيديك، الثلاث شباب رب وجاسمين. يا رب أنا بشكرك لأجل هذه العيلة، تعال زورهم زيارة بالروح القدس. أشكرك يا رب لأنهم يا رب بيحبوك، أشكرك يا رب لأنهم خايفين على أولادهم، لكن النهاردة رب طمنهم، طمنهم إن الأولاد في إيدك يا رب لن يضيع. يا رب إن كان في بعض الأفكار المنحرفة رب أنت تقدر تيجي وتصلح رب، لكن ضامن مسيرتهم
وضامن حياتهم معك يا رب، وضامن أنك تصحح كل تعليم يا رب وصل ليهم يا رب في اسم الرب يسوع. المس أختي إيزيس النهاردة، املاها بالروح القدس، اديها رؤية لشخصك، اديها رب تشوف أن الحياة الروحية مش بس يوم حد بس يا رب، لكن كل يوم يا رب تكون في محضرك وتنمو معك. أمين يا رب. كما هو مكتوب انمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. يا رب أشكرك لأجل هذا البيت، أنهم بيحبوك وأنك أنت حميهم يا رب، وأنك مسيك حواليهم بنار يا رب وبدم الحمل عليهم يا رب. في اسم يسوع أشكرك، ليك الكرامة وكل المجد. أمين أمين. بنعمة ربنا هتكلمينا قريب يا أختي إيزيس، وتطمنينا على أولادك، وبطمنك ما تخافيش ابن الدموع لا يهلك أبدا. سن معين الأولاد بيبقوا منفتحين لأي أفكار أي جديد. أفكار جديدة، بس سنتين ثلاثة تبص تلاقيهم متظبط كله ضرح طبعا بيتظبط للأسف وبيرجع وده مش دلوقتي في أمريكا بس، دلوقتي في كل العالم. يعني يمكن واضح إن في كلتشر جاب كمان يعني أنا أولادي جم صغيرين، فالثقافة العربية غير الثقافة اللي في أمريكا. بص يا أسيس ماجد، دلوقتي حتى اللي في كل حتة العالم بقي قرية صغيرة بسبب الإنترنت، فكل الولاد بيفكروا وفي تمرد على التقليد القديم، في تمرد يعني. الحل إيه؟ الحل قلناه مرات، الصلاة. الحل هو بيوتنا تبقى مليانة صلاة، بنصلي لأولادنا وبنعلمهم إنهم يصلوا، وبنعلمهم من وهم صغيرين إنهم يعيشوا للمسيح وإنهم يكونوا ملء المسيح. بقول لكم من خلال برنامج قوت الصلاة، املوا بيوتكم بالصلاة. أمين. علشان ولادكم يتباركوا. ولادكم مش محتاجين فلوس أكتر. أنت الفلوس اللي بتجيبها له ممكن تجيب له عربية حياته تضيع فيها، ممكن تجيب له موبايل يضيعه ويدمره. ابنك محتاج للمسيح، علمه كيف يصلي، علمه كيف يطلب ربنا. بنصلي من أجل الأخت إيزيس، وبنصلي من أجل كل الأسر اللي عندهم تحديات صعبة بخصوص ولادهم. الله يرسل لهم معونة، لأنه هو عونا في الضيقات. لكن بذكر بأهمية المذبح العائلي، بذكر بأهمية أن الأسرة تتجمع مع بعض وتصلي، وياريت تبدأ تعمل ده والولاد صغيرين علشان يتعلموا كده، يتعلموا كيف يصلوا، يتعلموا كيف يطلبوا ربنا. ويمكن يمر عليهم وقت الشيطان يحاول يخطفهم وياخدهم، لكن صدقوني اللي اتزرع فيهم عمره ما هيتقلع. صحيح. صدقوني هيجي وقت هيصحوا هيفوقوا. يمكن انت خايف على أولادك وحاس انهم ما تخافش، اللي زرعوا ربنا الزرع المقدس المبارك إبليس ما يقدرش يقلعه على الإطلاق. هيجي وقت وهتشوف ثمر الصلاة. خليني أوصل إن في طلبات صلاة كتير، ونفسي أذكر يعني معظمها قبل ما أديك فرصة ختامية أسيس إنك تقول لنا كلمة بركة في آخر الخدمة. صلاة من أجل ريم وزوجها محروس وأولادهم، ربنا يملك على بيتهم ويرتب لزوجها الشغل. بنصلي من أجل أسرة ريم ومحروس أن ربنا يبارك هذه الأسرة. صلاة من أجل مدام نادية بتعمل علاج طبيعي وما فيش نتيجة، عندها صعوبة في الحركة، ربنا يمد إيده ويعمل شيء مختلف ويشفيك شفاء كامل يا أخت نادية. أوعي تفقد الرجاء، أوعي تفقد الرجاء. يمكن أنت مركزة كتير على ان علاج الطبيعي يجيب نتيجة، امين، لكن خلي تركيزك على الرب. معونتي من عند الرب، قولي له مد ايدك يا رب، مد ايدك والمس جسدي واشفيني، اشفيني اشفيني يا يسوع. وارفعي صوتك، انا عاوز كل مريض يرفع صوته، اشفيني اشفيني يا رب يسوع. انت الطبيب، انت الطبيب يا رب، انت الطبيب العظيم، انت الطبيب اللي تتدخل لما كل الاطباء يحتاروا ويقولوا ما فيش فايده.
أنت طبيبي يا يسوع، أنت حبيبي، أنت إلهي، أنت طبيبي، أنت شفائي، أنت دوائي، أنت اللي هتعالجني وتشفيني. أنا عاوز كل مريض يقول كده معايا، أنت طبيبي، أنا اخترتك، أنت طبيبي، أنت اللي تشفيني يا رب، أنت اللي عندك الشفاء. يمكن الطبيب الأرضي يدي الدواء، لكن الشفاء من عندك أنت يا رب. صلي كده وثق انه مش هيتخلى عنك. طلبت صلاه من اجل ابراهيم، الرب يدبر كل اموره. طلبت صلاه من اجل باسم، ربنا يديله طفل. يديك الرب طفل جميل، ملك للرب يا باسم. وكل انسان بيصلي من اجل طفل، ربنا يديك، تاتي المعونه من عند الرب، ما تخافش، تاتي المعونه من عند الرب، وربنا يديك سوء لقلبك. هو ادى إدى زكريا وإليصابات يوحنا المعمدان، ليه ما يدكش؟ إدى حنة صموئيل، ليه ما يدكش؟ يتحنن عليك ويديك، ويديك يوحنا ويديك صموئيل، يتحنن عليك ويديك مينا، يتحنن عليك ويديك مريم. صلي هو بيسمع وبيستجيب. صلوا معايا، محتاجة شفاء. عندي ام اس، لا ما ذكرتش اسمها، عندها ام اس. الرب يشفي، الرب يشفي ويمدي ايده ويلمسك. بنصلي معاكي. صلاه من اجل سلوى، الرب يديها نسل. طلبت صلاه من اجل ولادي يعرفوا الرب، والرب يدبر يوم شغل. الطلبه الاولى اهم من الثانيه، يعرفوا الرب، ولان اللي بيعرف الرب ربنا راسم خطة رائعة لحياتهم، هيبقى فيها شغل وهيبقى فيها بركات وهيبقى فيها ارتباط بحسب مشيئته. بنصلي انهم يعرفوا الرب ويختبروا البركات اللي بعد كده. طلبت صلاة من أجل مايكل والشفاء ظريف من الكورونا. بنصلي من أجل ظريف، وبنصلي من أجل كل مريض بالكورونا. رب شفاء، شفاء يا رب. إذا كانت في هوجة، إذا كان في سيرج، إذا كان في موجة جديدة من الكورونا، يا رب أنت اللي تحفظ، يا رب أنت اللي تحفظ. احفظ الأجساد يا رب، أجسادنا في حماية دمك أيها الرب يسوع، احفظها من تدمير أي ميكروب، أي فيروس. احفظ أنت الأجساد يا رب. يدخل الميكروب الجسم، لكن جعلت للبحر حدا لا يدمر يا سيد. شفاء سريعا يأتي يا رب على كل مريض بالكورونا بيطلبك. إذا كنت مريض بالكورونا وبتسمعني صلي، قل له رب أنا بعلن حماية دمك على جسدي، احفظ جسدي يا رب من أي تدمير لهذا الميكروب. هذا الميكروب لا يدمر لكن يحد باسم الرب يسوع المسيح. أمين. بنطلب شفاء لكل أحبائنا اللي عندهم كورونا. صلاة من أجل مايكل وشفاء من الكورونا. واضح ان طبعا في ناس كتيره اليومين دول عندها كورونا، ربنا يمد ايده ويشفي. ومش عاوزكم تخافوا من الكورونا، احنا بناخد حصر، يعني بناخد حرصنا، بنلتزم. انا عارف ان في ناس ما بتلتزمش، وده طبعا يعني ما اعتقدش ان من الايمان عدم الالتزام، لكن احنا بنلتزم، بنقوم بالدور اللي علينا وما بنخافش. واذا سمح الرب، الرب يحمي اجسادنا من اي تاثير. رجاء عندها فشل كلوي، لمسة شفاء لرجاء. عماد وأسرته عندهم عقبات وصعوبات. الله عونا في الضيقات يا عباد. الله يعينك يا رب، يعينك الرب يا عماد في هذه الصعوبات. طلبت صلاة من أجل تحرير أولاد شنودة ومينا من كل قيود، وأن يمتلئوا من روح القدس. أمين يا رب. حرية لكل مقيد، حرية لكل مقيد يا رب، وملء بالروح القدس لكل نفس مشتاقة أن تمتلئ من روحك يا رب. طلبت صلاة من أجل شفاء أم شنودة لأنها تعبانة خالص، لمسة شفاء ليها. طلبت صلاة من أجل أختي عندها كورونا. أنا زي ما بقول في ناس كتير عندهم كورونا، وإحنا هنصلي من أجل كل مرضى كورونا أن الفيروس يخش ويطلع من غير أي تأثير، يعني يبقى أسهل من الإنفلونزا بنعمة ربنا. صلاة من أجل أولادي ديفيد وفادي ويوسف وجاسمين، كل البيت بنحط أولادي قدام ربنا. عندي ارتفاع في ضغط الدم ومؤثر على القلب، أمين. وابني عنده توحد، بنصلي لك أنت وابنك يا بنت الرب. عايدة
ان ربنا يديكي غاده عايده ربنا يديهم اولاد. امين يا عايده يديكي انت وزوجك اولاد من عنده. بنت الرب من هولندا طالبه صلاه ربنا يشفي عائله اخوها واختها. امين لمسه شفاء ليهم. مودي طالب الرب يفتح باب الشغل. بنت الرب طالبه صلاه جوزها ربنا يفتح له باب الشغل. امين. ووالديها وحمايه دم المسيح على اولادك. انت اللي كمان هتصلي من اجل اولادك وتعليني حمايه دم المسيح عليكم. يعني نفسي كل الاباء والامهات اللي بيسمعوني كل يوم صلوا واعلنوا حمايه دم المسيح على اولادنا. فاكرين قصه الملاك المهلك اللي ذكرها الكتاب في سفر خروج؟ فاكرين القصه دي؟ كان الملاك المهلك يرى الدم على العتبه العليا والقامتين فلا يهلك، ما يقدرش يدخل ويقتل الباب. احنا بنعلن حمايه دم المسيح على اولادنا فما فيش هلاك يجي ناحيته. كل يوم صلوا واعلنوا حمايه دم المسيح على بيتكم على اولادكم. صلاه من اجل القسيس بيوح تعبان. انا القسيس بيوح بنطلب لمسه شفاء ليك ربنا يشفيك يا قسيس. صلاه من اجل بيتي بسمان. صلوا من اجل عائلتي هناك مشاكل وامراض ربنا يبعت معونه. صلاه من اجل شفائنا. امين. الصلاه من اجل تحرير ولادي ميلاد صمويل وفادي صمويل من السجاير وانهم يسلموا حياتهم للرب. امين امين. بنصلي وسطوا صلاه من اجل ولادكم لغايه لما تشوفوا ولادكم في ايد المسيح. ممكن الامر يحتاج مصابره في الصلاه، ممكن الامر يحتاج للجاجه في الصلاه، لكن اكرر ابن الدموع لا يهلك. ولادنا اللي بنصلي لهم مش هيهلكوا. صلاة من أجل تحرير مينا يوسف، من أجل تحرير محب يوسف. صلاة من أجل شفاء نعيم فخري. صلاة من أجل مايكل أشرف وولاده. صلاة من أجل شفاء ماريان. صلاة من أجل شفاء أم ميلاد. صلاة من أجل كريستينا صمويل ربنا يرزقها الزوج الصالح. أمين. صلاة من أجل والدتي الآن في المستشفى اسمها أم بهنام. زيارة يا رب لأم بهنام في المستشفى بلمسة شفاء. أنا بطلب معونة سماوية في أسرع وقت لحل مشكلة ابني الوحيد، لأن في فتاة شريرة بتتعامل بالسحر. بطلب بالإيمان يا رب كل شخص بيشاهدني واقع تحت تأثير أي سحر يبطل السحر الآن باسم الرب يسوع، بسلطان الرب يسوع يبطل السحر الآن. يدك ممدودة يا رب في كل بيت بيسمعني وأهله بيطلبوا أنهم يتحرروا من تأثير السحر. لا يكون تأثير للسحر بل حرية. بعلن حرية في اسم الرب يسوع. بعلن أن كل أعمال إبليس تبطل الآن في اسم الرب يسوع. أعلن ده بالإيمان. أنا مصدق أن الرب أبطل كل سحر. أمين. جاي على حياتك وجاي على أسرتك. خادم للرب مراد في العناية المركزة ربنا يزورك يا مراد ويشفيك. لمسة شفاء خادم الرب مراد. طلبة صلاة لبناتي ربنا يغير أفكارهم ويطهر القلب. أمين. بنحط بناتك قدام الرب. أنا في ضيق شديد في شغلي وفي مخاطر كتيرة. ما تخافش ربنا معاك، ربنا هيسندك. احتمي فيه، ارفع عينيك دايما لفوق وقول معونتي من عند الرب. ربنا هيجيزك هذا الوقت الصعب وهتشوف مجده، وحتى لو انت في الاتون هتشوف مجده. صلاة من اجل عماد كمال، من اجل الشغل وترتيب الارتباط. ارجو الصلاة من اجل بنت الرب مريضة، واثقين في قوة الصلاة حسب ايمانكم يكون ليكم. صلاة من اجل سامية ربنا يتمجد ويشفيها. بنت الرب طالبة صلاة من اجل بنتها ابنها لانه ترك المسيح. ممكن يكون ترك المسيحية، ما فيش أي مشكلة، ربنا يرده للمسيح. احنا بنصلي من أجل كل شخص ترك المسيحية كديانة، ما تفرقش، لأنه يرجع للمسيح يبقى ملك للمسيح. صلاة من أجل امتلاء الروح القدس، من أجلي، من أجل أبويا ومن أجل رامي وتريز. صلاة من أجل ميري وزوجها وأولادهم مريم وكريستين ومارينا وجورج. صلاة ربنا يشفي
سوزان ميشيل، احنا بنصلي وماجد ميشيل، صلاة من أجل داوود، الحقيقة صلاة من أجل هويدا أيضا من أجل الشفاء. يعني خلاص فاضل 3 دقائق على الحلقة، سيس ماجد في دقيقة تقول إيه وترفع صلوات مجتمعة في يعني واضح تانية. إن في صلوات كتير لأجل الأولاد. نعم، فأنا عايز أقول إن اهتموا بأولادكم في السن الصغير لما يكونوا تودلر صغيرين، اربطوهم بكلمة الرب، اربطوهم بحياة الصلاة، حتى وازرعوا فيهم على قد ما تقدروا. في سن معين بينفصلوا عن البيت، يعني بتحس كده حتى لما بيوصلوا 17 سنة أو يدخلوا في سن التين ايجر وكده بتجيلهم طيارات كتير من العالم، بيتهزوا، لكن بعد كده فنأسس صح، فبنتأسسين فبيرجعوا تاني. فنأسس صح، أمين، بيرجعوا تاني. أمين. دي نصيحتي بس في دقيقة كده. ارفع يا أبونا السماء، ونشكرك لأجل كل الأسماء يا رب اللي بعتت طلبات الصلاة يا رب. في طلبات كتير لأجل الأولاد يا رب، تحرير وشفاء يا رب من كل خطايا، من كل تعليم، من كل أديان غريبة، من كل أرواح يا رب، واملأ بالروح القدس يا رب. طلبات لأجل اللي منتظرين عمل يا رب، تداخل ورتب أمور العمل أنت رب. في أخوات وإخوة رب طالبين زرع بشر، نحن نؤمن أنك تعطي نسلا صالحا من عندك يا رب. شفاءات يا رب، الخدام اللي طالبين شفاء، اللي في العناية المركزة واللي في حالات خطرة يا رب بنصلي من أجلهم. الأخ اللي طالب ارتباط حاطينه بين إيديك يا سيدنا الرب، نشكرك لأنك تسمع وتستجيب لكل صلاة رفعت وكل أنات القلب وكل أفكار القلب أنت تقرأها وتفهمها يا سيدنا الرب. في اسم الرب يسوع ليك الكرامة وكل المجد. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الواحد، أمين. يا رب بنحط كل هذه الطلبات وكل هذه الاحتياجات يا رب، بنحطها أمامك يا رب، بنحطها أمامك. أنت تسمع، أنت ترى، أنت تسرع إلى معونتنا، معونتنا من عندك يا رب. ارسل معونة سريعة يا رب لكل نفس محتاجة المعونة يا سيد. اذكر شعبك، اذكر غنم مرعاك، اذكر قطيعك، اذكر يا رب، اذكر اذكر وارسل معونة يا رب. نثق يا رب انك لينا ملجأ، علشان كده جايين. نثق يا رب انك انت قوة بتشدد كل ضعف فينا يا رب، بنعترف بضعفنا لكن نشكرك انت ملجأ وقوة يا رب. نثق انك عونا في الضيقات، وجدت شديدا وسنجدك شديدا، معونة سماوية عاجلة لكل نفس تجتاز في ضيقة وتحتاج اليك وتحتاج الى تدخلك ايها الرب يسوع. برفع كل طلبات الصلاة امامك يا رب، واثقا يا رب انك موجود وانك تسمع وانك تستجيب وانك ترسل معونه سماويه عاجله لكل نفس محتاجه. ليك يا رب كل كرامه ومجد من الان والى الابد. امين. امين. شكرا ليك يا اسيس ماجد، وشكرا لوجودك وصلواتك. احبائي شركاء الصلاه اللي عندهم كشاكيل الصلاه، ما تنسوش تصلوا من أجل كل هذه الطلبات طوال الأسبوع. خلونا نتقابل باستمرار في عرش النعمة، نتقابل، ندخل، نطلب معونة ونختبر المعونة. ربنا هيعمل معجزات كتيرة معنا. يمكن أحد المشاهدين قال 22 بادية، 22 سنة بركة، سنة معجزات، لأننا عايشين في زمن الحب. طول ما في صلاة، طول ما في قوة صلاة، يبقى في معجزات وفي استعلان لمجد ربنا. نتقابل الأسبوع الجاي في نفس الميعاد. ربنا معاكم.